بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. نستقبل أسئلتكم ونحاول الإجابة عليها إن شاء الله بما استطعنا، ونسأل الله توفيق للصواب وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان في هذه الليلة، ليلة 14 من ذي القعدة في سنة 1422. هذا السؤال يا صاحب الفضيلة يقول فيه صاحبه: ما حكم الصلاة في الحالات التالية؟ أولا، في المسجد الذي أمام محرابه قبر من خارج المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن بناء المساجد على القبور. اتخاذها مساجد أي الصلاة عندها، ولو لم يبنى مسجد، تحري الصلاة عند القبور يكون من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها مسجد، لأن المسجد هو الذي يصلى فيه مبنيا أو غير مبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكل مكان يقصد للصلاة فيه فإنه مسجد. الصلاة عند القبور منهي عنها أشد النهي، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولعن من فعله وهو في سياق الموت. قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي مصليات. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. انظر كيف جمع بين نهيين في هذا الحديث: لا تتخذوا، هذا نهي، ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد. ولعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد، وأخبر أنهم شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال في اليهود والنصارى: اتخذوا قبورهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وإذا بني على القبر مسجد فهذا أشد، هذا أشد، لأن هذا دعوة إلى الصلاة عنده، وهذا مضاهاة لبيوت الله عز وجل. هذه المساجد المبنية على القبور هذه فيها مضاهاة للمساجد
الشرعية المبنية للصلاة. ففي كلا الحالتين هذا أمر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يصلي لله لا يقصد القبر، لكن إذا اعتقد أن الصلاة عند القبر فيها فضيلة فهذا وسيلة إلى الشرك، لأنه في الأول يصلي عنده تحريا للفضيلة ثم يتدرج به الشيطان إلى أن يعتقد في القبر ثم يذبح له وينذر له ويعبده من دون الله عز وجل كما هو الحاصل الآن عند القبور التي اتخذت مساجد ومزارات ومشاهد، فهي لا فرق بينها وبين أوثان الجاهلية، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومنات ثالثة أخرى. إذا كانوا يتقربون إلى الأموات ويذبحون لهم وينذرون ويستغيثون بهم فلا فرق بين هؤلاء وبين المشركين الأولين الذين يعبدون اللات والعزى ومنات ثالثة أخرى. ومسألة المسجد المبني على القبر المراد به المسجد المتصل به القبر، إذا كان القبر متصلا بالمسجد فإن هذا المسجد مبني على قبر، سواء كان القبر من الأمام أو من الخلف أو من الجوانب ما دام أنه متصل بالمسجد فهو مسجد مبني على قبر لا تصح صلاته لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان القبر مفصولا عن المسجد بينهما شارع أو أرض فضاء ولا يتصل بالمسجد فهذا لا بأس به، لأن المسجد لم يبنى عليه ولأنه غير متصل بالمسجد وهو بعيد عنه بالفاصل الذي بينهما، هذا لا محذور فيه، الصلاة فيه صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في بقية سؤاله: ما الحكم إذا كان القبر في ساحة المسجد الخلفية أو عن يمينه أو عن شماله أو كان القبر داخل حريم المسجد؟ كل هذا بينا، قلنا ما دام القبر متصلا بالمسجد من أي جهة فإن هذا مسجد مبني على قبر لا تصح الصلاة فيه، سواء في الساحة أو في الجوانب أو في القبلة أو في القلب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ومن أعظم ما كيد به للإسلام بناء المساجد على القبور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته غاية التحذير حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خطورة هذا الأمر. ولما انتهت المئة الرابعة من القرون المفضلة وجاء ما بعدها وتوغل الشيعة والصوفية في مجتمع المسلمين بنيت المساجد على القبور، ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة إلى وقتنا الحاضر، ما زالوا يعانون من هذه الآفة وهذا السرطان الخبيث في جسم المسلمين إلى الآن، إلا البلاد التي من الله عليها بدعوة التوحيد وهدمت هذه القبور ونزهت المساجد منها، لكنها قليلة بالنسبة للعالم الإسلامي كله. نعم، بلاد التوحيد قليلة بالنسبة للعالم الإسلامي كله، وهم بين أعداء، هؤلاء القليل بين أعداء يزدرونهم ويحرضون عليهم ويطالبون بإعادة هذه المشاهد التي هدمت
ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول فيه صاحبه: يوجد امرأة لديها بنت صغيرة ترضعها، علما بأن ابنتها هذه قد أكملت السنتين وهي ما زالت في حال الرضاعة، فهل يجوز ذلك؟ إذا كانت البنت تأكل الطعام وتتغذى بالطعام فيجب أن تفطمها، أنه لا حاجة إلى الرضاعة. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا كانت البنت تأكل الطعام واستغنت عن اللبن فلا تمكن من الرضاعة. أما إذا كانت لا تأكل الطعام ولا تتغذى إلا بالحليب فلا بأس أن ترضعها لئلا تموت، لا بأس أن ترضعها، ولكن تحاول معها أن تأكل الطعام شيئا فشيئا، ولا تتركها على الحليب ولا تعودها الطعام، بل تعودها على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: ما حكم الخطبة عند القبر عقب اللحد لوعظ الناس؟ هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة لسبب، فعله مرة لسبب، وهو أنهم لما جاءوا بالميت وجدوا أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله ينتظرون تجهيز القبر، فوعظهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. أما إذا جاءوا والقبر معد وكل شيء منتهي فإنهم يدفنون الميت ويقفون على قبره بعد الدفن ويدعون له ويستغفرون له ثم ينصرفون، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ الوعظ عند القبور بصفة دائمة ويتخذ هذا شرعا مستمرا هذا غلط كبير ولا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من حق الولد على والده أن يحججه ويزوجه؟ مسألة التحجيج هذا لا يجب على الوالد أن يحججه إلا إذا أراد أن يحسن إليه، وإلا الولد ما عليه حج حتى يجد النفقة هو بنفسه حتى يحصل على الزاد على الزاد والراحلة بنفسه، فإن لم يحصل عليها فلا حج عليه، ولا يلزم الوالد أنه يحج إلا من باب المعروف والإحسان. وأما التزويج وأما النفقة وأما التسكين والكسوة هذه تجب للولد إلى أن يستغني، إلى أن يستغني بالكسب ويجد ما ينفق به على نفسه، وإلا فنفقته على والده، قوله تعالى: وعلى الوالد وعلى لقوله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يعني المرضعات كسوتهن بالمعروف. إذا كانت أجرة المرضعة على الوالد لأنها ترضعه فدل على أن النفقة على الوالد، النفقة على الوالد لولده إلى أن يستغني. وأما الحج فليس هو من النفقة، وإنما هو أمر يتعلق بالشخص، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع الإبن أن يحج من ماله هو وجب عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
وهذا السائل يقول: رجل داعب امرأته في نهاية رمضان ثم أنزلت، ما الذي يلزمها؟ هذا أخطأ وتسبب على إفساد صوم زوجته، وربما يتسبب على بإفساد صيامه هو، فلا يجوز هذا العبث. الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. فالذي حصل أن المرأة أنزلت فسد صومها، عليها أن تقضي هذا اليوم، والرجل يأثم على ذلك، استغفر الله ولا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يلزم أن يكون العالم كبيرا في السن؟ لا يلزم أن يكون العالم كبيرا في السن، يمن الله بالعلم على الصغار، كما حصل لشباب الصحابة، منهم ابن عباس ومعاذ بن جبل وابن الزبير ولكن لا شك أنه أن كبير السن، العالم كبير السن، يكون أثبت من الصغير. وأما مسألة حصول العلم فقد يحصل للصغير، ولكن كبار السن من العلماء يكونون أثبت في هذا الأمر وأرسخ في هذا الأمر، فالرجوع إليهم أحسن من الرجوع إلى الأصاغر، والتعلم على أيديهم أحسن من التعلم على الأصاغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل قتل رجلا خطأ وأعطى الدية لأولياء المقتول، ولكنه مات ولم يصم الكفارة، فماذا على أولاده من بعده؟ هل يصومون أم يكفرون بإطعام 60 مسكينا؟ ما فيه إطعام القتل، ما فيه إطعام، ما فيه إلا خصلتان: الأولى العتق، عتق الرقبة المؤمنة، الثانية الصيام، صيام شهرين متتابعين. فإذا كان مات ولم يكفر ولم يصم، فمن أراد أن يصوم عنه هذا ينفعه إن شاء الله ويبرئ ذمته، لأن هذا دين في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. فإذا صام عنه قريبه أو أحد من إخوانه المسلمين شهرين متتابعين فإن ذلك يبرئ ذمته، لكن لا يلزم هؤلاء أن يصوموا إلا من باب الإحسان إلى الميت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل اسم الناصر من أسماء الله عز وجل؟ وإذا كان من أسماء الناصر فهل يجوز أن تسمى به العائلات أو يسمى به الأشخاص؟ هذا غير معروف في أسماء الله الناصر، ولكن جاء في القرآن: خير الناصرين، الله خير الناصرين. هذا من باب الإخبار، باب الإخبار عن الله جل وعلا. وأما أن يعد الناصر من أسماء الله هذا غير معروف عند أهل العلم فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أن من دعا صفة من صفات الله فإنه كفر، وأريد زيادة التوضيح لهذا الأمر، وما هو الدليل على هذه المسألة؟ وهل من ذلك أن يقول الإنسان يا سبحان الله؟ هذا واضح، كلام الشيخ واضح، لأن من دعا الصفة فإنه يلزم من ذلك أنه يرى أن الصفة غير الله، أن الصفة شيء زائد على الله جل وعلا، فيكون هذا الشرك. والصفة، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، فالذي يدعى هو الله جل وعلا ويتوسل إليه بصفاته، فيقال: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا
يا جواد تفضل علي وجد علي بفضلك وإحسانك، يا تواب تب علي. الذي يدعى هو الله جل وعلا، فإذا دعا الصفة هذا دليل على أنه يرى أن الصفة غير الموصوف، كأنها شخص آخر، فلا يجوز هذا العمل، بل يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه بصفاته. نعم نعم. ويسأل هل من ذلك إذا قول يا سبحان الله؟ يا سبحان الله من باب التعجب، باب التعجب ليس من هذا الباب، وسبحان الله ليس صفة، إنما هو تنزيه لله عز وجل، هذا من كلام الناس يقولون سبحان الله، هذا ذكر، هذا من باب الذكر وتنزيه الله عز وجل، وهو من عمل المخلوق ومن كلام المخلوق إذا قال يا سبحان الله، وهو من باب التعجب وليس هو مثل دعاء الصفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: رجل جامع زوجته وهي حائض، وهي راضية وهو راض أيضا، هل عليه حرج؟ وماذا يلزمه وماذا يلزمها؟ عليهم التوبة إلى الله، لأن الله حرم هذا، قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، اعتزلوا النساء، اعتزلوا، هذا أمر من الله، اعتزلوا النساء في المحيض يعني في الفرج، فلا يجوز أن يجامعها في فرجها، أما أن يستمتع منها بما عدا ذلك فلا بأس، أما الجماع في الفرج وهي حائض هذا حرام، نهى الله عنه، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فوطئ الحائض حرام، وإذا تعمد هذا هو وهي فإنهما يأثمان، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي مقدار مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو قيمته أو نصف المثقال مخير، إن شاء أخرج مقدار المثقال أو قيمة المثقال، وإن شاء النصف من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن، أو هل تجوز قراءة القرآن وفي ثوب نجاسة؟ لا بأس بذلك، ما يشترط لقراءة القرآن أن تكون الثياب طاهرة، وإنما تشترط الطهارة من الحدث، يشترط الطهارة من الحدث إذا أراد أن يقرأ من المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر، ولو أراد القراءة عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ إذا كان الحدث أصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، وأما الذي عليه حدث أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا يجوز أن يقرأه من المصحف مع مس المصحف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: عندنا كبيرة اتصالات تجارية، فكيف نخرج زكاتها؟ الغلة، تخرجون الزكاة من الغلة، إذا اجتمع عندكم غلة دراهم من هذه الكبيرة وحال عليها الحول، بلغت النصاب وحال عليها الحول، تزكونها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لأنها معدة للتأجير، وما أعد للتأجير فليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في غلته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل عن مساكين الصفة الذين كانوا يمكثون في المسجد، لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل لطلب الرزق؟ هم جاءوا لطلب العلم، جاءوا لطلب العلم، فهم تفرعوا لطلب العلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذوا مقدارا من العلم أمرهم بأن يرجعوا إلى أهله، فهم جاءوا لطلب العلم، ويتفرعون لطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم ما تيسر، وإذا جاءت صدقات من الناس
فهم في عمل جليل وهو طلب العلم، وليس هذا مستديما، إنما بقدر ما يتمكن من قدر من العلم يكفيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يرجع إلى أهله ويعلمهم ما تعلمه على الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أصحاب الصف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل إذا كان هناك أو يقول إنسان عاجز عن العمل وليس له أهل، إنسان عاجز عن العمل وليس له أهل، يكون في الصف، يعني في المكان الذي معد لأمثال هؤلاء، يسكنون فيه ويؤتى لهم بما تيسر من الطعام. وهذا من التعاون على البر والتقوى، ومن إتاحة الفرصة لأهل الخير يعني يتصدقوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هذا أشبه ما يكون بالأربطة اللي هذا أشبه ما يكون بالأربطة التي تكون لطلبة العلم، يسكنون فيها ويعطون ما تيسر من النفقات لطلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول إن هناك مصاحف من مطبعة مجمع الملك فهد توزع على المساجد التابعة للأوقاف بعدد كبير، ويوجد في مسجد مصاحف تزيد عن عدد المصلين بقدر 25%، هل يجوز أن أنقل المصاحف من هذا المسجد إلى مسجد آخر الحاجة ماسة إليه فيه؟ أولا أهل المسجد لا يأخذون من المصاحف إلا قدر حاجته، لا يطلبون من الجهة التي توزع المصاحف لا يطلبون منها إلا بقدر حاجته. ثانيا إذا توفر مصاحف زائدة عن الحاجة أو مصاحف مندرسة، فالمرجع في هذا إلى شؤون المساجد، يذهب إلى شؤون المساجد ويخبرهم إن عنده مصاحف متوفرة ليس المسجد بحاجة إليها، أو عنده مصاحف مندرسة تحتاج إلى ترميم وإلى إصلاح، فهم يتولون هذا الشيء، أما هو لا يتصرف من عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في يوم الخميس الماضي رحت لمتحف الملك عبد العزيز التاريخي، ووجدت هناك أصناما أربعة معني بها ويقال إنها تراث، ووجدت بعض الأدوات والأحجار التي كانت عند عاد وثمود. السؤال: هل هذا العمل جائز؟ وماذا يجب علي حيال هذا الموضوع؟ وهل الصلاة في هذا المتحف جائزة؟ الواجب عليك أن تكتب تقريرا عما رأيت، إذا كنت متأكدا إن هذه أصنام، أن تكتب عن هذا تقريرا وتقدمه لدار الإفتاء، وهم إن شاء الله ينظرون في هذا الموضوع. وأما مسألة الأواني التي ليست تعبد من دون الله وإنما هي أواني، فلا بأس باقتنائها والنظر فيها، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل أرغم زوجته على الجماع في نهار رمضان لكنها تمنعت منه، فلما ألح عليها أفطرت ثم جمعها، فماذا على الزوجين؟ هي أفطرت في كونها أفطرت، تمسك بصيامها، وإذا أكرهها وجمعها فصيامها باقي ولا يبطل لأنها مكرهة. وأما هو فهو عاص وآثم ومعتد على حدود الله عز وجل، فالواجب أن يؤدب وأن يعزر من قبل ولي الأمر، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وتجب عليه الكفارة، يجب عليه قضاء اليوم، وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فلا يجوز هذا التلاعب بالصيام، إنسان يكون مثل البهيمة
يتطاول على حدود الله وعلى شرع الله، ينتهك حرمة الشهر وحرمة الصيام، وأيضا المرأة المسكينة يفسد صيامها ويتعدى عليها، هذا في الحقيقة أخس من الحيوان، ما هو بإنسان، هذا أخس من الحيوان. لكن باب التوبة مفتوح، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أنه يقضي ذلك اليوم، وعليه الكفارة المغلظة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول فيه سائله: هل المسح يكون على الخف الأعلى أم الخف الأسفل إذا كان الإنسان يلبس خفين أو يلبس شرابا وعليه بسطار؟ إذا لبس خفا على خف فهذا فيه تفصيل، إن كان استعمل الخف الأول بأن مسح عليه ثم لبس الخف الثاني بعدما ابتدأ المسح على الخف الأول فإن الحكم يتعلق بالأول ويتم المسح على الأول، وأما إذا لبس الثاني قبل أن يبدأ المسح لم يمسح على الأول ولبس الثاني فإن الحكم يكون للفوقاني فيمسح على الفوقاني، فالعبرة بما بدأ المسح عليه منهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: لو أخرجت زكاة مالي وعزلتها عنه ثم استثمرتها لمجموعة من الفقراء وأخذت أعطيهم من أرباح ذلك الاستثمار، فهل يجوز ذلك مع العلم أنني لم أخبرهم بذلك ولم آخذ إذنهم، حيث إنني لو أعطيتهم إياها ربما صرفوها دفعة واحدة ولم يستفيدوا منها، والسؤال: ما حكم فعلي هذا؟ فعلك هذا لا يجوز، لا يجوز أن تحبس الزكاة بل تخرجها في وقتها. الله جل وعلا يقول: وآتوا الزكاة، أي ادفعوها إلى مستحقيها، فالواجب إخراجها وإعطاؤها للمستحقين وهم يتصرفون فيها على حسب مصالحهم. وأما أنك تحتجزها وتقول بستثمرها وبأعطيهم من غلفها وهم ما يحسنون، أنت من وكيلا عليهم، وهم ليسوا قصارا ولا سفها، والله أمرك أن تعطيهم ولم يقل اختبرهم وماذا يعملون بها، ما داموا مستحقين فأعطيها لهم. وأما حبسها فهذا لا يجوز، وإخراج الزكاة على الفور لا على التراخي فهذا عمل غلط خطأ. فرضنا أنك اعترفت شيء أو مت أو نسيت أو تلفت هذه الأموال التي أعددتها للزكاة، تلفت وأنت ما أعطيتها وصلتها لأهلها، فإنها تبقى في ذمتك أنت المسؤول عنها، فالواجب المبادرة بدفع الزكاة إلى مستحقيها في وقت وجوب الزكاة، هذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل: هل يجوز أن ندفن الموتى بعد الفجر وبعد العصر، وما معنى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا؟ نعم، لا يجوز دفن الأموات وقت بزوغ الشمس، بزوغ الشمس ووقت قيامها في وسط السماء قبل أن تزول، ولا وقت غيبوبة الشمس حتى تغيب، وهذه أوقات قصيرة ما، لكن ما يبدأ الدفن فيها، وإلا هي ما تتسع لدفن الميت، لكن ما يبدأ الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، وأما قبلها وبعدها فلا بأس بدفن الأموات، بل المبادرة في دفن الميت أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم قول الرجل عندما يقال له ادعو ربك قال ما يستجيب الله لي، أو يقول عندما يرى أحدا يدعو ربه يقول لا تدعو وتتعب نفسك فلن يستجيب الله لك،
هل هذا شرك وهل هو أصغر أم أكبر؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا قنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا مخالف لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا حكم على الله أنه لا يستجيب والعياذ بالله. وقال رجل من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة قالها في حق الله فيها إساءة إلى حق الله فأحبطت عمله. فهذا الكلام هذا كلام خبيث، كلام باطل، ويجب على من صدر منها أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يقنط من رحمة الله ويقنط الناس من رحمة الله ويقول له: ما الدعاء، ما في فائدة. هذا لا يجوز، هذا مخالف لأمر الله عز وجل، وقنوط من رحمة الله عز وجل، وإساءة أدب مع الله جل وعلا. وش يدريك إن الله ما يستجيب؟ تحكم على الله عز وجل؟ فهذا لا يجوز أبدا، هذا خطير جدا، ربما يحبط عمله هذا الكلام، كما أحبط عمل ذلك الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: شخص أحرم ابنه بالعمرة وعمر الابن 13 سنة، ولكنه لما أو 13 سنة، ولكنه لما طاف 3 أشواط رفض إكمال العمرة نهائيا، ثم رجعوا إلى الرياض، ماذا يترتب على الابن وعلى وليه؟ يترتب الرجوع، يجب الرجوع وإكمال العمرة، لأنه ما زال محرما، ما زال محرما بالعمرة، فيجب عليه الرجوع وأداء مناسك العمرة لأنه ما زال محرما، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام ويعيد ملابس الإحرام عليه ويخلع المخيطات ويعيد ملابس الإحرام عليه فورا ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة. المسألة ما هي بتلاعب، العبادات ما هي بتلاعب. الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة وجب عليه الإتمام، ولا يتحلل من الإحرام إلا بأداء المناسك، وهذا لم يؤدي المناسك فيجب عليه الرجوع وهو لا يزال محرما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول فيه صاحبه: تقوم النساء بصبغ جزء من الحاجبين حتى يبدو الحاجبان أقل سمكا، هل في ذلك يا شيخ، هل فيه تحايل أو استبدال النمص بهذه الصبغة للحاجبين؟ هذا من العبث ومن تغيير خلق الله عز وجل، ولا يجوز العبث بالحواجب، لا يجوز العبث بالحواجب، لا بصبغ ولا بقص ولا بنتف ولا بحلق، بل تترك على حالتها وخلقتها كما خلقها الله جل وعلا. ولكن الشيطان يغري هؤلاء النسوة بهذا العبث كما تعهد بذلك: ولآمرنهم، الشيطان يقول لرب العالمين: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهذا من تغيير خلق الله، وهذا طاعة للشيطان. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن لا تعبث بحواجبها، ولا تعمل التشقير اللي يسمونه التشقير أو التعديل أو إلى آخره، بل تتركها كما كانت، كما خلقها الله عز وجل. وهذا له نظير في الرجال، اللحى، الرجال بعضهم ابتلوا بحلق اللحى أو قصها أو العبث بها، وهذا من الشيطان ومن تغيير خلق الله عز وجل. فهو يأتي الرجال ويغريهم بالعبث باللحى، ويأتي النساء ويغريهم بالعبث بالحواجب، هذا كله من الشيطان. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن ويهب ثواب القراءة إلى الوالدين؟ هذا لم يرد به دليل
الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، إلا ما ورد به الدليل من أن عمل الغير ينفع للآخر، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، هذه ورد بها الدليل أنها تنفع إذا أهدى ثوابها إلى غيره من الأحياء ومن الأموات. وأما ما عدا هذا فليس عليه دليل، فيبقى على الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: هل يجوز إخراج زكاة المال من الأخ الميسور على أخيه من أمه وأبيه المعسر؟ إذا كان محجوبا من ميراثه، إذا كان الدافع لا يرث المدفوع إليه لوجود من يحجبه، كأن يكون المعسر والمحتاج له أولاد ذكور يحجبون عمهم عن الإرث فلا بأس. أما إذا كان ليس هناك حاجب، ولو مات المعسر يرثه أخوه المزكي، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه في هذه الحالة تجب نفقته على أخيه، فلا يقي ماله بالزكاة في هذه الحالة، يتجب نفقته على أخيه، فلا يتوقع ذلك بدفع الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: اشتهر عندنا إذا رأينا إنسانا مريضا أو فقيرا أو في حالة ضعيفة أن نقول وأعزاه، ولا أدري ما معنى كلمة وأعزاه، فما الحكم فيها، خاصة بعدما عرفت أن هناك صنما اسمه العزة، وخشيت أن تكون لهذه الكلمة علاقة به. اتركها دام أنك خائف منها، وأنك تخشى أن تكون من نداء الصنم، اتركها. والكلام الصحيح كثير ولله الحمد، قل غيرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل يجوز تبادل الذهب فيما بين النساء بدون بيع؟ بمعنى لو قالت امرأة لأخرى: هل تبادليني سوارك وأعطيك سواري، أم لا بد من شرط التساوي في الوزن فيما بينهما؟ هذا بيع، تبادل بيع، وإن لم يسمى بيعا فهو بيع، لأن البيع مبادلة مال كما يقول الفقهاء، مبادلة المال بالمال، هذا هو البيع، هذا بيع، ويشترط فيه التساوي في الوزن، اتحد الجنس فلا بد من التساوي في الوزن، ولا بد من التقابل في المجلس، وإذا اختلف الجنس مثل الذهب بفضة يشترط التقابل في المجلس، ويجوز التقابل في المقدار، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: أحد الإخوة قال مختبرا أصحابه في حفظ القرآن فيغير آية، مثلا يقول في آية المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه، فيقول هذا الأخ للصحيح: هل سولت أو وسوست؟ فإذا أخطأ المسؤول صحح له الآية، السؤال: ما الحكم في ذلك وما هي نصيحتكم؟ هذا لا يجوز تغيير ألفاظ القرآن وتقول أبختبر المتعلم، هذا لا يجوز أبدا، هذا عبث بالقرآن، تعلم القرآن بغير هذه الطريقة، بالتلقين، تعلمه بالتلقين وبإقرائه من المصحف، وما كان المسلمون يعملون هذه الطريقة، يغيرون الألفاظ يختبرون الطالب، هذا في كلام الناس ما في بأس، الشعر في غير، حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز تعبث فيه وتغير من ألفاظه، فلا يجوز هذا العمل. نعم. إلجأ إلى طريقة غير هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا لبست شراب على طهارة ثم أحدثت ولبست شرابا آخر فوقه، هل أمسح على الأسفل أم على الأعلى؟
الصحيح كما قلت لكم أن العبرة ببداية المسح، فإذا لبس الأعلى قبل أن يمسح على الأسفل فالحكم للأعلى، وإن كان بالعكس لبس الأعلى قبل أن يمسح بعد أن مسح على الأسفل الحكم يكون للأسفل. هذه القاعدة على الصحيح. والمذهب إن العبرة بالحدث، العبرة بالحدث، ولكن حتى في المذهب قالوا وإن لبس خفا على خف، وإن لبس خفا على خف بعد الحدث فالحكم للفوقاني. فالمهم إن العبرة بالمسح، بداية المسح، فما بدأ المسح به فإنه يتعلق به الحكم من الأعلى ومن الأسفل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بالنسبة للتكبير المقيد في عشر ذي الحجة، متى يبدأ وقته ومتى ينتهي، ومتى تقال الأذكار التي عقب الصلاة؟ تكبير المقيد، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، والمعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات هي عشر ذي الحجة. التكبير المقيد بالنسبة للمحرم يبدأ من ظهر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، هذا بالنسبة للمحرم. أما بالنسبة لغير المحرم فإنه يبدأ المقيد من فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق، ويكون قبل الأذكار. إذا سلم قال اللهم واستغفر الله ثلاثا، وقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتكبير. فإذا فرغ من التكبير فإنه يأتي بالأذكار المعتادة بعد الفريضة. ولا بد من بيان أن هذا إنما هو لمن صلى في جماعة، تكبير المقيد إنما يشرع لمن صلى في جماعة، أما المنفرد إن صلى وحده فإنه لا يكبر، هذا يتعلق بمن صلى في جماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كنت أصلي مأموما وبجانبي رجل آخر، رفع الإمام من السجود ثم رفعنا والرجل ساجد، حتى إذا ركع الإمام قام الرجل من سجوده واقفا ثم ركع مباشرة، فما حكم هذه الركعة وما حكم صلاته؟ إن كان لم يتنبه فهو معذور وما فعله صحيح، أما إذا كان متعمدا فإنه فات عليه القيام وتبطل هذه الركعة، لأنه ترك منها ركنا متعمدا، لأن القيام في الفريضة ولو بقدر سورة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، فإذا تعمد تركه وبقي ساجدا إلى أن ركع الإمام ثم قام وركع معه فهذه الركعة تكون باطلة، تكون باطلة، لأنه ترك ركنا منها. أما إذا كان ما تعمد أخذه النوم أو أصابه شيء من الذهول أو الإغماء فهذا معذور، وإذا ركع مع الإمام فإنه يسقط عنه القيام للعذر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول فيه: هل ترك الحج والصيام والزكاة كفر أكبر أم كفر أصغر؟ الذي عليه الجمهور أنه كفر أصغر، ولكن ما يسقط عنه الحج، لازم يحج، يلزم بالحج، وإن مات يحجج عنه من ماله، وفعله هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. ومن العلماء من يرى أنه كفر أكبر، ويحمل قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الكفر الأكبر. وبعضهم يقول إنما يكون كفرا أكبر إذا جحد الوجوب، إذا جحد وجوب الحج
إنه هذا بالإجماع، إذا جحد وجوب الحج هذا بالإجماع أنه كافر. على كل حال المسألة فيها خطر عظيم، وعمر كتب إلى عماله من وجدتم عنده سعة ولم يحج فخذوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فهذا يدل على الكفر الأكبر ولو كان متكاسلا، فالمسألة فيها خطر عظيم، وهو ظاهر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل عن كيف الجمع بين الذكر إذا كان الإنسان مسافرا وجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هل يكفي ذكر واحد عقب الصلاتين المجموعة أم لكل صلاة ذكر مستقل؟ لا يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد، ويأتي بالذكر اللي بعد الأخيرة. نعم، يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أما الذكر بعد الصلاة الأولى فهذا فات محله، يكون الذكر بعد الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال: إذا كان الماء المستعمل لرفع الحدث لا يجزئ استعماله لرفع حدث آخر، فهل يجزئ في إزالة النجاسة؟ إذا كان ما يجزي في رفع الحدث فلا يجزي في إزالة النجاسة، ولكن الصحيح أنه لا بأس، الصحيح أنه يجزي التطهر به ولو كان مستعملا في رفع حدث، لأن الماء لا يتنجس إلا بأحد ثلاثة: إما بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، إذا تغير بالنجاسة صار نجسا بالإجماع، وما لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو باق على طهوريته، باق على طهوريته ولو كان مستعملا، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا إمام مسجد ويوضع عندي كتب حتى أضعها في مكتبة المسجد، السؤال: هل يجوز لي أن أذهب ببعض هذه الكتب التي ليس فيها كثير نفع فأستبدلها من مراكز بيع الكتب المستعملة بكتب أكثر نفعا منها؟ نعم، إذا كنت بتبدلها بخير منها فلا بأس، فلا بأس بذلك، إذا كان نفعها في المسجد قليل وهي تشترى، إذا بعتها بثمن كثير وتشتري بها كتب أحسن منها فلا بأس، لأن هذا من باب فعل الأصلح، هذا من باب فعل الأصلح. قد تكون كتب دراسية ما تقرأ في المسجد، لكن لو تبيعها على الطلاب وعلى يشترونها لأنهم محتاجين إليها فلا بأس بذلك. نعم. أو كانت كتب حساب أو جغرافيا أو هذه ما لها قيمة في المسجد، لكن إذا بعتها تجد الناس يشرونها، تبيعها وتشري بثمنها كتب أنفع منها للمسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من صلى الفجر في جماعة وتصدق وشيع جنازة وعاد مريضا في اليوم نفسه أنه يكون من أصحاب الجنة؟ نعم، هذا ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورد هذا أن من شيع جنازة وأصبح صائما وتصدق بصدقة أنه يكون من أهل الجنة، يتوفرت فيه هذه الصفات، وقد توفرت في أبي بكر رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول فيه: ما حكم الجمع للمسافر إذا أقام ولم يجد في سيره؟ مباح، لا بأس، إذا نزل المسافر فإنه يجوز له الجمع، كما أنه يجوز له القصر يجوز له الجمع، ولكن الأفضل
والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا من باب الأفضل، ما هو من باب المنع، من باب الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في منى أيام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، بينما هو في غزوة تبوك وهو نازل في تبوك كان يجمع بين الصلوات، أو جمع بين الصلوات ليبين الجواز، هذا من باب الجواز، وفعله في منى من باب بيان الأفضل. نعم، فمن جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، وليس كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، لأن بعض الجهال إذا جمعوا للمطر يقصرون في الرياض وغيره، هذا من الجهل، يظنون أن من جاز له القصر من جاز له الجمع يجوز له القصر، هذا غلط، ما كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، خلاف العكس. نعم، أحسن الله إليك. وإذا كان المسافر في البلد ويسمع النداء ألا تلزمه الجماعة؟ تلزمه الجماعة إذا كان سيصلي وحده، تلزمه الجماعة، أما إذا كان معه جماعة جاز لهم أن يصلوا جماعة في مكانهم، ولكن الأفضل أن يصلوا في المسجد. نعم، أحسن الله. يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ويقصرون، والأفضل أن يصلوا مع الجماعة ويتموا. نعم، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يتأكد في حقهم أنهم يصلون في المسجد مع الجماعة، لكن ما نقول إذا صلوا وصروا في مكانهم نقول صلاتكم باطلة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة نويت الأضحية بتوكيل أحد من أبنائي، والسؤال: هل يجوز لي أن أمشط شعري وأقلم أظافري، وما الحكم في ذلك؟ نويت إيش؟ أن أمشط شعري. لا، قبل تقول: أنا امرأة نويت الأضحية بتوكيل أحد من أبنائي. نعم، هل يجوز لي أن أمشط شعري وأقلم أظافري، وما الحكم في ذلك؟ نعم، إذا الإنسان أراد أن يضحي عن نفسه، إذا أراد أن يضحي عن نفسه فإنها إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، إذا دخلت العشر. وأما إذا كان يضحي عن غيره وهو لا يضحي عن نفسه وإنما يضحي عن غيره، تبي تضحي عن والديها ولا عن أحد، أو تبي تذبح وصية أوصابها غيرها، فهذا لا يلزمها أنها تمتنع من أخذ الشعر والأظفار، لأن الأضحية عن غيرها ما هي عنها. وأما إذا كانت الأضحية عنها فإنها إذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرها ولا من بشرتها ولا من أظفارها شيئا حتى تذبح الأضحية، سواء ذبحتها هي أو وكلت من يذبحها. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: قرأت في كتاب حاشية الروض المربع في شرح زاد المستقنع أنه لا يجوز قراءة سورة الفاتحة في الصلاة لوحدها، علما بأن هناك من يقول إنه يجوز قراءتها لوحدها في الركعة الثالثة والرابعة، أو أن تقرأ الفاتحة وسورة. السؤال: ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا، ما قال في شرح الزاد أنه لا يجوز، يقول يكره كراهية، يكره أن يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين، يكره أن يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر أو من العصر أو من المغرب أو من العشاء أو الفجر، ركعتين الأوليين، فيقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، ويكره أن يقتصر على الفاتحة، لكن لو اقتصر فصلاته صحيحة. ما قال صاحب شرح الزاد أنه يحرم، بل قال يكره. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال فيه: لقد تعطرت وأنا أرتدي الإحرام في العمرة. لقد تعطرت وأنا أرتدي الإحرام في العمرة، ولكن قبل أن أعقد نية الإحرام وكان التعطر في الإحرام،
فما الحكم؟ إيه نعم، إذا كان التعطير للثوب لملابس الإحرام يجب عليك غسله، يجب عليك غسله ولو كانك عطرتهن قبل الإحرام، يجب عليك غسل الطيب من ملابس الإحرام. وأما إذا كان التعطر في البدن قبل الإحرام، قبل نية الإحرام، فلا بأس ولو بقي ريحه وآثره بعد الإحرام، لأنه يعني يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولو بقي أثره وريحه بعد الإحرام. أما في الملابس لا، لازم أن تكون خالية من الطيب، وإن كان فيها طيب فتغسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال فيه: هل الكدرة والصفرة بعد الطهر تعد استحاضة أم لا؟ وهل هي خارج الدورة في الطهر؟ الكدرة والصفرة إذا كانت في زمن العادة فهي حيض، وإذا كانت بعد انقطاع الدم ورؤية النقاء التام فليس لهما حكم، فليس لهما حكم ولا يمنعان، وليستا من الحيض. قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة قالت: أنا طالبة في الدراسات العليا ونكلف بإعداد بحوث، وتتطلب هذه البحوث مراجع كثيرة، فأذهب إلى المكتبات العامة وأصور ما أريد من الكتاب ورقتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، لأني لا أحتاج لكل الكتاب، لا أحتاج لكل الكتاب حتى أشتريه، بل أحتاج إلى بعض الورقات منه. هل هذا يخالف عبارة المؤلف في بداية كتابه: حقوق الطبع محفوظة أم لا؟ لا، ما يخالف، هذا ما يخالف حقوق الطبع محفوظة، يعني إنك ما تطبعه، إنك ما تطبعه، وأما التصوير لا بأس، ما في مانع. المؤلف يمنع إنك تطبع، إنك تطبع الكتاب إلا بإذنه، أما إنك تصور منه فلا بأس بذلك، لأن يعني هذا ما هي الطباعة، وله هذا أيضا للكتاب كله، وإنما هو صفحات تحتاجها، فلا بأس بذلك إذا كان نظام المكتبة يسمح، فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في الدرس السابق أوردت أسماء الله الحسنى، والسؤال: ما معنى اسم الله الماجدي واسم الله الواجد؟ الماجد من المجد وهو البركة والخير، والواجد الغني، الواجد الغني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول: إذا أراد شخص أن يحج عن أمه علما أنه قد حج عن نفسه، وكذلك أمه حجت حجة الإسلام، ولكن تريد أن يحج ابنها عنها تطوع، وهي ما تزال على قيد الحياة، فما الحكم في ذلك؟ هذا غير مشروع، الحي لا يحج عنه نافلة، ما ورد في هذا دليل، ما عليه دليل، إنما يحج عنه الفريضة إذا عجز عن مباشرتها، إذا عجز عجزا مستمرا وأيس من القدرة فيحج عنه بالنيابة ولو كان حيا، أما النافلة لا، إن كان يقدر يحج يحج نافلة، وإلا تكفي الفريضة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل: هل الكافي من صفات الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله بكاف عبده؟ نعم، هو من صفات، من أسماء الله جل وعلا، هو من أسماء الله، أليس الله بكاف عبده؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أنا طالب علم وقد درست ولله الحمد وقد درست ولله الحمد عدة كتب في الفقه على عدد من أهل العلم، وأريد أن أبلغ هذا العلم للناس، ولكن أحيانا في المسألة عدة أقوال، كيف أرجح بينها؟ وهل لي الحق في الترجيح وأنا في بداية الطلب؟ لا، خذ مختصرا من المختصرات، وإذا درسته وأتقنته فأدرسه للناس واشرحه للناس، ولا تدخل في الخلافات والأقوال، خذ كتاب على قول واحد وافهمه وادرسه على أحد المشايخ
فإذا فهمته وفهمت عباراته فدرسه للناس، ولا تدخل في الخلافات والترجيحات وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأسئلة كثيرة جاءت تسأل عن تنظيم القوانين الوضعية وتقنينها، وعن حكم المبدل لشرع الله عز وجل، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ لا يجوز تنظيم القوانين الوضعية وتنظيمها وتقعيدها، لأنها من حكم الطاغوت، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، كتابتها وتنظيمها وطباعتها هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنها حكم الطاغوت. وأما التبديل، تبديل هذا ما يجوز لأحد يبدل شرع الله تبديل، ولكن الاستبدال أن يستبدل شرع الله بها ويجعلها محل لشرع عن شرع الله ويحكم بها هذا كفر. قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما يسمى تبديل، هذا يسمى استبدال. أما التبديل لو بدل الآيات حط محلها غير، هذا التبديل، أو بدل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل مكانها غيرها كما فعل اليهود في التوراة، هذا التبديل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل العلة في المنع من الأناشيد هو مشابهة الصوفية أم شيء آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعبد الله بن رواحة كانوا ينشدون في حفر الخندق وفي بعض الغزوات، وهل كل عمل يشابه فيه الصوفية يمنع بهذه العلة؟ التشبه بالصوفية هذا من العلل، ما هو العلة الوحيدة، العلة أنه غنى، أنه من الغنى، من الأغاني، أنه من الأغاني، والغنى الأصل أنه حرام إلا ما جاء الدليل بجوازه منه، كالحدى، حدى الراعي في الإبل لأجل الحاجة، والحدى في السفر من أجل تنشيط المسافرين، وهذا بصوت واحد، ما هو بصوت مجموعة، إنما هو صوت واحد يحدو. ولا عبد الله بن رواحة وشعراء الصحابة ما هم بيجتمعون ويكونون فرقة للإنشاد كما يفعله الناس اليوم، لا، ينشد واحد والباقين يستمعون، هذا إنشاد الشعر لا بأس إذا كان ما فيه محذور، وإنما هو شعر حكمة وشعر لغة وشعر، هذا لا بأس به، هذا إنشاد وليس أناشيد. إنما الأناشيد اللي ترتب الآن وتنغم تكون بأصوات رخيمة مطربة، هذا الممنوع الآن، لأنه يلهي الناس عن ذكر الله ويغفلهم عن تلاوة القرآن ويقربهم من الصوفية وأناشيد الصوفية إذا اعتبر أنه من الدين. وكانوا يحفرون الخندق ينشدون، كل واحد ينشد، ما هو بأنهم يكونون فرقة إنشادية، وإنما كل واحد منهم ينشد لأجل التنشيط على العمل، كل واحد ينشد بمفرده، هذا فرق بين الأمرين، لا نخلط بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أدرس في تخصص في العلوم البحتة، ولي شوق إلى طلب العلم، ولكن لا أستطيع أبدا أن أقرأ على العلماء بسبب ثقل في لساني، فكيف أطلب العلم؟ وهل يكفي حضوري في المجالس واستماع الدرس والأسئلة، أم ماذا بعد ذلك؟ نعم، أطلب العلم بحسب استطاعتك، الحمد لله، احضر واستمع واسأل بطريقتك الخاصة، أو أطلب العلم بحسب استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وستستفيد إن شاء الله بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: هل يجوز وضع العدسة الملونة على العين بالنسبة للنساء؟ إذا كان هذا من باب الزينة فلا ينبغي، فلا ينبغي. أما إذا كان للحاجة، ضعف البصر، يتخذ عدسات لتقوية البصر، فهذا لا بأس به للحاجة،
هذا الذي أفتى به شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مدارستنا معه في هذه المسألة، يرى أنها إن كانت للزينة فهي لا تجوز، أما إن كانت للحاجة فلا بأس بها. مثل ما تلبس النظارات بالبرواز تضعها أيضا على عينيك حسب الطريقة السهلة، فلا بأس بها للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: إذا كانت الحواجب كثيفة ومتشابكة هل يجوز التفريق فيما بينهما؟ أنا أقول ما يجوز العبث في الحواجب، ما يجوز العبث في الحواجب، وإذا كان فيها تشويه أو فيها آفة تذهب إلى الطبيب المعالج، هي اللي تعبث فيها، تذهب إلى الطبيب أو الطبيبة، إذا وجد الطبيبة من النساء موثوقة تذهب إليها لعلاج هذا التشويه وإزالة هذا التشويه. أما إذا كانت سليمة وليس فيها تشويه وليس فيها آفة من الآفات فإنها تتركها ولا تتعرض لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عدة أسئلة وردت عن حكم صبغ الشعر للنساء بغير الأسود كالأشقر وغيره. تغيير الشعر إنما هو المشروع تغيير الشيب، الشيب فيغير بغير السواد للرجال والنساء، الشيب يغير بغير السواد، السواد الخالص، أما السواد الذي ليس خالصا يضرب إلى الحمرة لا بأس به للرجال والنساء، وأما الشعر السليم اللي ما فيه شيب ولا فيه تشويه فهذا يترك على ما هو عليه لأن بقاءه على خلقته أجمل ولا يعبث به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نحن جماعة كنا في سفر ولما نزلنا للصلاة صلينا المغرب أولا، ولما انتهينا من الصلاة جاءت جماعة أخرى فصلت المغرب فأردنا أن نصلي معهم العشاء، فأما أحدنا فدخل مع الإمام من أول ركعة، فلما انتهى الإمام من الركعة الثانية انفصل عنه، وأما أنا فإني انتظرت حتى صلى الإمام ركعة ثم دخلت معه في الركعتين الباقيتين. السؤال: أينا المصيب؟ كلكم مخطئون، في هذا العمل. صلاة المغرب ما تدخل معها بنية القصر، إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب تكمل أربعة، إذا سلم من الثالثة تقوم تأتي بالرابعة، ولا تقصر خلف المغرب. وكونكم تصلون أنتم لحالكم تقصرون أحسن من دخولكم مع الإمام، لكن إذا دخلتم فإنكم تكملون الصلاة، إذا سلم الإمام من الثالثة تقومون وتأتون برابعة ولا تقصروا خلف المغرب. لكن ما حصل من باب الجهل ومن نرجو أن صلاتكم صحيحة، لكن لا تعودون لمثل هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل عن حكم البيع بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك. هذا انتهى، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع والتحريم لما فيه من المخاطر وما فيه من تداخل العقدين، عقد البيع وعقد الإجارة، البيع له أحكام والإجارة لها أحكام مختلفة فلا يمزج بينها ولا يدرى هل هذا بيع وهذا إجارة، ولا يمكن أن الشيء يكون بيع وإجارة في آن واحد، ما هو صحيح. هذا من عقود اللي ما يعرفون أحكام الشرع أو استوردوه من الخارج، فهذا لا يصلح، إما أن يكون بيعا فقط مؤجلا أو يكون إجارة فقط، أما الخلط بينهما فهذا لا يجوز، وصدر فيه قرار من كبار العلماء بتحريمه بعد دراسته وبعد التأني وبعد النظر في عقودهم وبعد النظر في أنظمتهم تبين أنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول:
أقوم في بعض الأيام في العمل بالتوقيع عن زملائي في حضور الدوام. ما شاء الله، هذا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. حيث أنني أعلم أنهم قادمين للعمل ولكن تحصل لهم ازدحامات في الطرق. لا توقع عنهم لما يحضرون هم ويوقعون، من أنك توقع عنهم وما بعد احضره ولا تدري ماذا يكون، هذا غلط منك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك مطهرات ومنظفات برائحة الليمون أو الورد أو غيرها، هل يجوز للحاج استعمالها؟ بالنسبة للليمون لا بأس، لأنه